خرجوا فأرادوا أن يعودوا إلى حالتهم السابقة، بل يريدون أن يعودوا ولو بنسبة 50% إلى ما مضى. هذه مصيبة، أعدها مرة أخرى، هذه إشكالية. انظر، ثم كل يوم وتخسر هذه الدول مليارات، تخسر الاقتصاد. أصل الفتن ما يقوم عليها إلا الجهال، ولو اتسموا بأنهم والله أصحاب علم ولا أصحاب دعوة، هم جهال حقيقة. ولذلك على المسلم أن يستمسك بغرز العلماء الراسخين في العلم، ولا سيما في الفتن، ما تأخذ العاطفة. يعني أنا أستغرب، رأيت بعض المقاطع ويثنون ويبجلون على هذه الثورات ويمدحونها مدحا، أعوذ بالله.